مجلس المفوضين يفتح باب النظر بالطعون مجدداً ولمدة 3 أيام، إذ يتضمن نص القرار هذا السماح لمقدمي الطعون على نتائج الانتخابات بتقديم ملحق للأدلة والوثائق التي تعزز طعونها المتعلقة بمحطات انتخابية معينة. أصدر مجلس المفوضين قراراً يقضي على مقدمي الطعون سابقاً، يعني أنه فتح باب تقديم ملحق جديد بالطعون إذا كانت تتوفر لديهم أدلة لإتاحة الفرصة أكثر للمرشحين، لكن اشترط قرار مجلس المفوضين أن يكون اللي يقدم ملحق الطعن أنه مقدم طعن سابقا، بما معنى أنه لا يمكن استلام طعن جديد ابتداء وإنما استلام ملحق طعن فقط. إذا كانت هناك أدلة جديدة ترفق مع ملاحق الطعون اللي راح تقدم خلال 3 أيام اللي هي الجمعة والسبت والأحد نهاية الدوام الرسمي. 70 طعناً تم قبولها من بين 1436 طعناً قدم لمجلس المفوضين، إذ أشار معنيون إلى أن عمليات العد والفرز المتعلقة بهذه الطعون لا تزال مستمرة وربما قد تضاف محطات جديدة، وذلك وفق ما يصدر من مستجدات الطعون من قبل الهيئة القضائية المعنية بالنظر فيها. ربما أن بعض الطعون الهيئة القضائية تطلب من المجلس بالتدقيق بها أو الأخذ بها وهذه، فلذلك إحنا مثلا الرصافة البارحة كانت عدد المحطات 90 محطة، بعدين صارت 122 محطة نتيجة لقبول أحد الطعون، وبذلك المفوضية جادة بأن تنطي كل الطعون أهمية عالية، وكل الطعون اللي هي قدمت ضمن قانون أو المادة 38 أولاً ستأخذ بنظر الاعتبار. وتؤكد مفوضية الانتخابات عن استمرار عمليات العد والفرز اليدوي تباعاً وللمحطات المطعون بها لحين حسم مسألة الطعون، إذ لا يوجد سقف زمني محدد لانتهاء هذه العمليات كون الأمر مقروناً بإنهاء الطعون كافة وقرار البت فيها من قبل الجهات ذات العلاقة. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.